مبروك المتواجد في الإسكندرية ومراسلنا الجديد، بنرحب بيه النهاردة وبنقول له أول يوم معانا بشكل رسمي، ويصادف إنه يبقى أول الشهر، يعني ده هيقبض آخر الشهر، ربنا يعوض علينا بالحلال. يعني ده يعني راشق، يعني أول مداخلة رسمية تصادف أول الشهر. يا ابن المحظوظة يا مبروك. تحياتي لك يا استاذ نصر، تحياتي لكل المشاهدين، واهلا بك واهلا بكل الجمهور كرة بلد. محمد اهلا بك. مبروك حبيبي واخويا الصغير ودمس الخلق وفكاهي، وهنعمل ربنا دويتو يخليك. اكثر من هايل. ف يعني هتشوفوا ان شاء الله شغل في اسكندريه ضرب نار. ماذا لديك يا مبروك وعندك كل الاخبار العاجله؟ سمعت ان في محاضر في قسم الشرطه حصلت النهارده في نادي الاتحاد، وفي أزمة ما بين التوأم حسن واتنين من اللاعبين، وتدخل للمحترم الحاج محمد مصلحي. وخلينا نعلي من كلمة واحدة، سيد البلد مفيش حد يعلو عليها. اسم باب شرق النهاردة اتحرر في محضر ضد سيد البلد، واللي عمل كده محمد عطوة وكريم يحيى، الاتنين دول لعيبة الاتحاد. الكابتن حسام حسن طردهم من التمرين، راحوا استدعوا الشرطة وعملوا محضر في اسم شرق، وتدخل الحاج محمد مصلحي وبيحاول يلم الموضوع. ولكن عايز أقول كلمة، كل المساندة للكابتن حسام حسن وابراهيم حسن، وكل المساندة للحاج محمد مصلحي، وكل المساندة للاتحاد سيدي البلد. وما فيش لاعب أكبر من نادي الاتحاد، وعيب مهما كان الحق معاك يا أقوى، انت وكريم يحيى ما كانش ينفع تروحوا اسم الشرطة، لسه ما اتولدش اللي يشتكي نادي الاتحاد. ولكن خلينا نروح للتفاصيل مع الاستاذ محمد مبروك مراسلنا في الاسكندرية، واول يوم النهاردة بنقول له منور الدنيا يا مبروك، وجاي بزعابيرك يا مبروك، اتفضل. بالفعل يا استاذ عبد الناصر، يمكن الموضوع النهارده قلب كل الشعب الاسكندراني، لكن احنا هنحكي الموضوع بالظبط بتفاصيله من الاول. وخليني نقول القصه من الاول. يمكن الكابتن حسام حسن كان اتفق مع اداره النادي في بدايه الموسم ان كل اللاعبين الموجودين على قائمه الانتظار مش هيتدربوا معاه، وده عشان يدي فرصه للاعبين الموجودين، وعايز يحط اللعيبه في معسكر مغلق ويغلق على الفريق. وده اللي احنا شفناه من مباراتين، استطاع نادي الاتحاد انه يعمل ريمونتادا قدام سموحه، واستطاع انه يكسب فيوتشر ليكون عنده رصيد 4 نقط من مباراتين. دي البدايه. فكره ان الكابتن محمد عطوه والكابتن كريم يحيى يقوموا النهارده انهم يعملوا محضر في اسم باب شرق في نادي الاتحاد متمثلا في الكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، دي انا بشوفها كبيره جدا، لانه بيثبت يا استاذ عبد الناصر الاتفاق، يعني بيثبت ان الاتفاق الموجود من الاول خالص يعتبر شبه لاغي. عايز اقول حاجه برضه يا استاذ عبد الناصر، فكره الكابتن حسام حسن ده من نوعيه المدربين، وانت اكيد تعرف يا استاذ عبد الناصر، ما بيحبش يحرق مع لعيبه مش معاه. هو اصلا كان من الاول خالص اتفق مع الاداره انه مش عايز اللعيبه، والاداره قامت بتسويق اللاعبين ولكن ما كانش فيه عروض، بالتالي اللعيبه اتحطت على قائمه الانتظار. اللعيبه زي ما كل الصحف وكل الناس عرفت انهم قاموا بالتوجه لاسم باب شرق، وقاموا بإجرار محضر ضد ما حدث اليوم. عايز أقول برضه يا أستاذ عبد الناصر تكملة ما حدث، إن المحترم الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تواصل مع اللاعبين ووعدهم إن هيكون في جلسة مع التوأم محل الموضوع بشكل ودي، واتمنى إن الموضوع ما يوصلش ولا يكبر، خصوصا النادي الاتحاد نادي كبير وبيحوي الجميع، وده دور الكابتن محمد مصلحي واللي دايما بنشوفه دايما انه اب لكل جمهور الاتحاد السكندري وكل اللاعبين وكل العاملين في قطاع نادي الاتحاد السكندري. عايز برضه يا عبد الناصر نبارك النهارده لنادي الاتحاد السكندري الفوز ببطوله السوبر. قبل ما اروح لبطوله السوبر خليني يا جماعه اقول لحضراتكم ان محمد عطوه وكريم يحيى حرروا المحضر باسم باب شرق لاثبات حاله
ان الكابتن حسام حسن طردهم من التمرين، وان الجهاز الفني لنادي الاتحاد رفض انهم ينزلوا الملعب ويخوضوا التدريبات في الفترة الحالية. وزي ما بقول بكل صوت عالي، هذا تصرف يعني مهما كان الحق معاك يا محمد يا عقوة او عليك او يا كريم يا يحيى، الحق معاك او عليك، اخطأت بالذهاب الى قسم الشرطة، لان محمد بصير ده راجل عمده وراجل محترم وراجل كبير. احنا اصلا يعني لما بننزل اسكندريه لو عندنا مشكله بنقول عمدتنا محمد مصلحي، يعني محمد مصلحي ابو الرجوله هو واخواته وابو الجدعنه وله رصيد في قلوب كل المصريين. ومحمد مصلحي باني الاتحاد في العصر الحديث، مع كامل الاحترام لمن سبق ومن سياتي. ولكن ما ينفعش انت لو رحت للحاج محمد مصلحي يا محمد يا عطوه، انت وكريم يحيى كنت هتلاقي كل الترهاب. لو فلوس هتتحل، لو ازمه هتتحل، لو التوأم مش عايزكم وقفلت الدنيا، الحاج محمد هيحلها. تبقي في يناير تطلع اعاره، لكن اسم الشرطه ما ينفعش. الاتحاد ما ينفعش حد يشتكيه، الاتحاد سيد البلد، والاتحاد في قلوب كل المصريين، والاتحاد باقي والكل زائل. فأخطأتم في بالفعل حق الاتحاد وأخطأتم في حق الحاج محمد مصلحي ومجلس الإدارة. بالفعل يا صاحب ناصر، وده كان هو العتاب لما الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تواصل مع اللاعبين وقال لهم لو كنت رجعتوا لي كان الموضوع كان اتحل من الاول، خصوصا ان اللاعبين دول عارفين انهم في قائمه الانتظار من بدايه الموسم بعد فشل وفشل الوكلاء لديهم في تسويقهم، خصوصا ان كابتن حسام حسن كان اعلن ليهم انه مش محتاجهم واللعيبه يقدروا يمشوا في وده فترة. وده 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 يا مبروك يبرأ ساحة حسام حسن وابراهيم. ليه؟ عشان اللي بيتابعنا، محمد عطوه وكريم يحيى ويتنج ليست قائمة انتظار، يعني حسام مش واخدهم وظلمهم انهم ما يدوش التدريب، لا ممكن يتدربوا مع الناشئين، الراجل مش عايزهم. فالاتحاد كإدارة كان يحافظ على الحقوق، حطهم ووتنج ليست زي ما عمل الاهلي في اجاية. بالظبط. حضراتكم شفتوا اجاية راح الجزيرة يتمرن؟ مستحيل. قائمة انتظار يعني دور لك على عقد، ونادي الاتحاد عرض اللاعبين للبيع في الانتقالات الصيفية ووكلائهم فشلوا يجيبوا أي عرض، لا إعارة ولا بالظبط. بيع. فالراجل دفع فيهم فلوس محمد مصلحي، فشلوا يجيبوا عروض فحطهم في ليستة الانتظار. الاتحاد الكرة عملها لحماية الحقوق للأندية، إذا كان عنده لاعب مش عايزه وعايز يبيعه فشل يحطه أجايب يتدرب بس مش مع الفريق الأول. إذا كان أجايب يتدرب في الأهلي مش مع الفريق الأول، والأهلي فتح له الأبواب والاتحاد فتح لمحمد عطوة وكريم يحيى الأبواب، لكن ما يروحش عند الفريق الأول. فالنهارده كان واضح إنهم جايين متربصين ينزلوا التمرين. طب ما أكيد إنه كريم يحيى مش هيمرنك. وعلى فكرة حتى الأستاذ سارة بتقول لي ولما بيعوز أجاية ينزل مع موسيماني بينزله، ده شيء بالود والحب أتفق معاكي، ولكن خلاص هي قافلة مع حسام إبراهيم. شادي بالفعل بيقول يا صاحبي ناصر، هي في جزئيه بس عايزين يعني نقولها في الحته دي يا صاحبي ناصر، ان الكابتن طبيعه الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن انه دايما بيحب التدريبات تكون مغلقه جدا جدا جدا، حتى لو في لاعبين مش هيلعبوا المباراه ساعات كابتن حسام حسن بيكون في التدريبات الاساسيه، يعني لو في لاعب تم وقفه مباراتين او ثلاثه الكابتن حسام حسن ممكن ما يرضاش يخليه يلعب يتمرن معاهم التدريبات الاساسيه. هو كابتن حسام حسن بيحب دايما يكون مغلق جدا، بيحب يكون اللعيبه اللي هتلعب معاه هو التركيز كله يبقى منصب عليها. طيب نروح للموضوع الثاني. النهارده الاتحاد فاز، بنقول له مليون مبروك يا محمد. بالطبع مليون مبروك لزعيم الثغر، يعني انا بشوف ان النادي الاتحاد السكندري هو كبير الكره المصريه في لعبه السله. عايز اقول لك يا استاذ عبد الناصر، يمكن ده الموسم الثاني على التوالي نادي الاتحاد يحرز فيه السوبر. يمكن خلينا نشيد النهارده بتصريحات الاستاذ محمد مصلحي بعد المباراه، انه كان حزين ان الزمالك ما لعبش بالفريق بتاعه وكان مستاء جدا. يمكن عيب
عيب عيب الزمالك يلعب بالناشئين والنتيجه كانت فضيحه. وانا عجبني جدا تصريحات الحاج محمد مصلحي، يعني الراجل هنى فرقته ولكن قال انا حزين ان الزمالك يلعب بالناشئين والنتيجه كبيره جدا، ولكن ده ما يسعدنيش. انا بقول ان الحاج محمد مصلحي راجل محترم، ما رضيش يقول ان دي فضيحه وعيب. طب هو شال فريق الزمالك وانا اسف اتمسح بيهم البلاط العيال الصغيره. للاسف بس عبد الناصر ده جيل جديد لسه بيبدا، يعني فضيحه زي ما بيقول، يعني تكون انك تكسب بخمسه 95 للاتحاد 46 الاتحاد فاز 95 دبل سكور، شايف 95 46، هل ده يرضي ربنا يا جماعه؟ هل ده يرضي ربنا يا مؤمنين؟ انا بشكر الحاج محمد مصلح المحترم على هذا التصريح، يعني واضح انه الراجل متاثر انه الزمالك لعب بالناشئين. عدم تقدير للمنافس، دبل سكور فضيحه، وفي نفس الوقت فضيحه. اتفضل. انا عايز اقول بس اقول حاجه يا استاذ عبد الناصر، في الجزئيه دي اداره الزمالك فشلت في الموضوع ده، خصوصا ان حتى ان البيان اللي خرج امس ان اسباب ان الزمالك يلعب بالناشئين انا بشوفها انها اسباب من وجهه نظري يعني مش مطمئنه واسباب فاشله. انت حتى لو في لاعبين مصابين او حتى في تعنت من اتحاد السله انه ما يعالجش اللاعبين زي انس اسامه، برضه مهما كان انت تلعب باللاعبين وتدعم بالناشئين وتلعب وتأدي لاخر نفس، سواء خسرت هارد لاك سواء كسبت مبروك مهما كان، لكن انت يعني تقضي على طموحات جيل جديد هيطلع وتدي الخساره دي ويكون سابقه لي انه يبدا اول مباريات انه يتشاف انه يخسر بهزيمه ثقيله من زعيم الصقر بنتيجه دبل سكور. انا بشوفها ان القرار انه كان يلعب بالناشئين هو قرار فاشل من اداره نادي الزمالك. كمان محمد اخيرا، يعني ردود افعال الازمه، وانا عايز ابارك للاتحاد الفوز الكبير على فيوتشر واحده من احلى المباريات، ولكن كلمني قيل ان في مشاده حصلت ما بين الكابتن حسام وعلي ماهر، هل لها تبعيات ولا مرت مر الكرام؟ يعني لو هنتكلم في تداعيات فهي تداعيات على السوشيال ميديا وتداعيات بين جمهور اسكندريه، خصوصا يعني ان حتى لو كان في خلاف بين كابتن حسام حسن او كابتن علي ماهر، ما ينفعش يا استاذ عبد الناصر ان قيمه كابتن حسام حسن انه يروح يسلم على الكابتن علي ماهر والكابتن علي ماهر يرفض. احنا طبيعتنا حتى مهما كان دي كره قدم، حتى لو انت مختلف مع حد وكون انه 100 ديلي ليك انه يسلم عليك، طبيعه كره القدم اللي هي التعاون واللعب النظيف ان انت تسلم عليه حتى لو في اختلاف، لكن ان انت ترفض ان انت تسلم عليه، انا بشوف ان الكابتن علي ماهر كان غير موفق في الاسلوب ده، يعني الموقف ده عمل وكان رد الكابتن حسام في الصوره دي وكانه بيقول للكابتن علي ماهر انت حجمك صغير، ولكن وقعت ان علي ماهر رفض السلام على الكابتن حسام حسن، دي حقيقه؟ مش سامعك يا استاذ نصر. بقول لك فعلا الكابتن علي ماهر رفض السلام على الكابتن حسام؟ بالظبط يا استاذ نصر، يمكن ان الشهود عين هناك، الكابتن حسام حسن مد ايده للكابتن علي ماهر والكابتن علي ماهر رفض يسلم عليه. عشان كده الكابتن حسام اشار بانه حجمك صغير، يعني الكابتن علي ماهر راجل محترم ودمس الخلق وله في قلبنا مكانه، والكابتن حسام حسن راجل كبير وله قيمته وله مكانته. يعني برضه اخطا علي ماهر ان صح هذا الكلام، ويمكن الصوره قدامكم اهي، يعني الكابتن علي ماهر واضح بيلم ايده والكابتن حسام بيشاور انك انت حجمك صغير. بالظبط بالظبط، فكان رد كابتن علي ماهر ان الصغير والكبير باخلاقه، فدي برضه دي زعلت برضه الكابتن حسام حسن. وانا بس عايز يعني اقول خلي بالك مثل هذا الموقف يا جماعه يستدعي مراقب المباراه، لو كتب الكابتن علي ماهر يتعرض لعقوبه، يعني ده تصرف لا يليق. علي ماهر مدرب كبير وممكن يكون مشدود من الماتش، ولكن هي واحده من احلى المباريات والاتحاد لعب مباراه العمر ويستحق الفوز. 1-0 للاتحاد، 1-1، 2-1 لفيوتشر، 2-2، 3-2 للاتحاد، ماتش اكثر من رائع، وكان نجمه حسام حسن وعلي ماهر، فما كنت اتمنى ان اشوف المشهد ده بصراحه. يعني
وانا كنت مستغربه برضه يا صاحبي نصر، خصوصا ان الكابتن علي ماهر يتميز بالخلق الرفيع دايما، ودايما على مستوى الشخصي انا اتعاملت مع الكابتن علي ماهر كتير، دايما بيجيب دايما بيتعاون مع الصحفيين، لكن انا استغربت من الموقف جدا اللي حصل. لكن انا يعني احنا بنقول ان المواقف دي نتمنى انها ما تتكررش تاني يا صاحبي نصر، خصوصا ان الكابتن علي ماهر ده تاريخ في النادي الاهلي، واحد ابناء النادي الاهلي ومدرب فريق كبير زي نادي فيوتشر صاعد حديثا ونادي يريد ان يكون مع الكبار. الكابتن حسام حسن عميد لاعب الكره المصريه تاريخ كبير مع الاهلي مع الزمالك مع منتخب مصر، كنا نتمنى ان الموقف زي ده ما يحصلش، لان الناس دي هي قدوه لينا كلنا وقدوه لينا في مجال العمل الرياضي. شكرا جزيلا استاذ محمد، مبروك في اول يوم عمل ليك، وربنا يعينك ان شاء الله وتقدر شكرا لك يا ما تصحى وما تنامش مننا يعني.